هطلع من الأول عشان الإجابات كلها تظهر. دي أول إجابة بتاعت أول خد سؤال. بالك، انا جربت اول واحده دي مع اللي هي 200. كان في مساله في السلايد اللي هي 156، قسمتها على الاثنين ما طلعتش نفس الناتج اللي طلع في السلايد. ما انت هتلاقيك اتلخبطت في الريمايندر، اعملها بالكالكوليتر الاول، يعرف الاجابه النهائيه المفروض تطلع كام عشان تتاكد اذا انت ماشي صح ولا غلط. ولو وقفت يبقى ابعتها لي على الواتساب وانا راجعها معايا. طيب مش ممكن سؤال بس؟ العيش عبارة بس، هو الأيو بيلد ما بينزلش على الماك صح؟ ليه؟ الأيو بيلد الأيو بيلد ماله؟ ما بينزلش على الماك صح؟ لا ممكن تشتغل سكراتش. بشتغل وأنا بعمل كده، عملت كده اشتغلت سكراتش أونلاين. طيب معلش بقى، حضرتك ممكن تبعت لو عوزت حاجة، ممكن مش معايا رقم حضرتك، بس لو عوزت أسأل على حاجة. بعتهولك على الشات. طيب بعدين هنا بيقول لي express the following numbers in scientific notation. حد عارف scientific notation دي اللي هي ايه؟ اللي يا دكتور يبقى 5 في 10 أس 4. تمام، 5 في 10 أس 4 ماشي. طبعا انتوا الاسره تكتبوا الاس عادي، انا بس عشان هنا ايه بكتب على الوورد يعني. تمام، ودي هتبقى كام؟ 7.2 في 10 أس 5. تمام، في كالكوليتر فيها زرار بتدوس عليه بيطلع لك الرقم ده على طول. تمام، ودي هتبقى 10 اس كام؟ 10 أس 3. تمام، في مشكلة دي يا شباب، بنشوف بس نحولها نشوف كم في كم ديسيمال بوينت. ماشي يا شباب، المسألة دي بتاعت الفراكشن دي ليها قانون في آخر الشابتر أو الشابتر قبل الأخير، هو القانون بتاعي واحد على دي، يعني 1 أوفر دي سكوير ماشي، اللي هي دي أس 2 يعني. ولما أجي أحسبها تبقى بتساوي كام؟ اللي هو أقول له بتساوي 1 على، هو مديني دي ب 8، يبقى 1 على 8 أس 2 اللي هي بتساوي 1 على 64 ماشي، ليها قانون موجود في السلايدز 1 اوفر دي سكوير. تمام شباب سامعيني؟ تمام حضرتك، 1 على دي سكوير وبعوض بالرقم ده ماشي. هي مسألة هي حلها بص سطر واحد وعليها ايه ده رتب. بيقول لي هنا البروجرام ده ايه اللي هيحصل لما اجي ادوس على الفلاج. هو الاول الاي بواحد والجي ب 12، هريبيد انتل الاي بتساوي 4، فانا هبدا الاي بدا من 1 هريبيد انتل لحد ما الجي اصغر من الاي، هيجي يخش يطبع الجي. اول مره يطبع الجي بكام؟ ب 12. فاول مره يطبع ب 12، لا الجي، هو بيقول لي الجي مش هنا سيل الجي. تمام، وبعدين ايه سيت الجي تو جي على 2، يعني هيقسمها على 2، فتبقى بكام المره اللي بعديها؟ هتبقى هيلف اللفه الثانيه، هل الجي لسه اصغر من الاي؟ لا، هخش يبقى بكام؟ ب 6. وبعد كده اقسمها على 2، 6 2 3 3، هاجي اتشيك هل ال 3 اصغر من الاي؟ اصغر من الاي هنا لسه، اطبعها واقسم على 2 هتديني 1.5. المره 1 هاجي اقسمها، الاي ساعتها هتبقى اكبر، مش هخش اخر مره، فهو هيطبع 12 6 و3 وخلاص على 2 ماشي. عليه كام درجه السؤال ده؟ واخدين بالهم؟ 9 درجات، كل رقم من دول عليه 3 درجات. فسؤال زي كده عليه 9 درجات، ما بسيط جدا يعني، بس ان احنا ايه نمشي مع الستبس واحده واحده كده عشان نعرف نظبط ماشي.
طيب هنا بيقول لي الاري ده، بيقول لي الاري ده بيتعمل له سورتنج، تمام؟ ايه هو انا مش فاهم هو ايه ده يعني. هقول لك ايه، بس ده كان بقيه الاجابه، السؤال ما كانش معتاد، اتمسح مني فبكتبه تاني. طيب بيقول لي عندي الاري ده اللي هو 38 ماينس 3 4 7 55 1 58 16. الاري ده بيقول لي الفيو دول، ده فيو الاولاني وده الفيو الثاني، بيقول لي ده نوع سورت، وعايز يعرف هو ده اي نوع سورتنج، الاولاني بيقول لك بوبل سورت ولا سيلكشن سورت ولا انسرشن سورت، تمام؟ فعايز يعرف كل واحد فيهم ده انهي نوع فيهم، الاولاني ده مين؟ ده بابل سورت، بابل سورت الأولاني مش هو بابل ده. سورت. عمل ده عمل إيه؟ جاب أصغر رقم في الأول، صح؟ تمام اهي. يبقى ده إيه؟ ده سيلكشن، اللي بيجيب أصغر رقم في الأول سيلكشن سلكت سورت. تمام. طيب التاني ده عمل إيه؟ خد أكبر رقم وده في الآخر، صح؟ مش البابل بيقعد يقارن كل اتنين مع بعض، ولو لقى اكبر يفلب يقلبهم مع بعض وهكذا ويعمل سواب لحد ما يوصل ان اخر اكبر رقم بقى هو في الاخر، صح؟ تمام. بس فانا هنا جيت هنا، ده هيديني كام؟ ده هيبقى بابل سورت. ليه؟ عشان هو خد اكبر رقم وده في الاخر. فانا عندي السلكشن بيجيب اصغر رقم يجيبه في الاول، البابل بيجيب اكبر رقم وده في الاخر. هو هنا ملخبطك وحاطط كام، بيقول لك ايه الانسرشن، احنا ما خدناش الانسرشن بس كده كده هو قايل لك اختار اتنين، فالاتنين بتاعك هو البابل والسلكشن، فدي حاططها عشان ايه؟ في ناس كانت بتتلخبط بيها، يقول لك احنا ما خدناش الانسرشن، ما هو اصلا الانسرشن مش الحل، تمام؟ ماشي. الحته طب بتاعت حضرتك بس السورت، ممكن تحل بالسلكشن او بالبابل على المثال ده عشان بص هو انا بس دلوقتي عندي لجنه مراقبه، فالتر الريكوردز بتاعت الترم اللي فات هتلاقوني حلل حوالي 5 امتحانات كاملين محلولين بالتفصيل في اخر 2 او 3 ليكتشرز كده، هتلاقيهم الورك شوبس هتلاقي محلول فيهم الامتحانات دي بالتفصيل بالشرح بالخطوات بكل حاجه، فاسمعوا الريكوردز بتاعتهم، ولو وقفت معاكم حاجه ما كانتش واضحه ابعتوا لي ونخش معاكم مره كمان نبص عليها حتى بالليل ولا حاجه. تمام. ماشي، عشان انا دلوقتي لازم انزل اللجنه. احنا بقى في الاسئله اللي هي الجزء النظري ده تعريفاتهم كلها بتبقى موجوده في السلايدز، تمام؟ فهنا بيقول لي مثلا الثري ميثودز used to detect and correct errors in Wi-Fi technology، فهم دول الثلاثه: automatic repeat request, forward error correction, parity checks، تمام؟ ده موجود في السلايدز. فانتوا الشباتر اللي بقى من اول شابتر 7 لحد الاخر بيجوا بيهم جزء نظري كتير عليه جزء كبير متضرب. هنا بيسالني الفول لايرز بتاعت البروتوكول بتاعت الستاك، يعني فول لاير بروتوكول ستاك، ايه هي؟ اتش تي تي بي، تي سي بي، اي بي، ماك، ونشرح الابلكيشن لاير كل واحده اسمها ايه، الاسامي عليها درجه والديسكريبشن بتاع كل واحد عليها درجه، تمام؟ برضو دي موجوده في السلايد، ده الرسمه كده زي ما هي موجوده في السلايد، عشان ساعات بيسالك يقول لك ايه هو الفول لاير بروتوكول، تمام؟ بيسالك ساعات على الجراف بتاع الكلاينت والسيرفيس، بيقول لك الكلاينت بروفايد سيرفيس. هنا انا عندي اللان، انا بيبقى بيني وبين انت لما تيجي تعمل ريكوست من الويب سايت، تفتح ويب سايت من الكمبيوتر، انت الكلاينت، حطيت الويب سايت، اتبعت لللان، بعتته للسيرفر والسيرفر رد عليك. ماشي يا دكتور، انا الرسم ده انا احفظها صح؟ لازم تبقى عارفها شكلها، عارف هي والرسمه دي تمام. عشان ساعات كتير بيسال عليك. فدي بتاعت الكلاينت سيرفيس،
او الكلاينت سيرفر سايد يعني، وهنا دي اللي هي ايه الفول لاير بروتوكول. وهنا بيسألك على الكومبريشن. معلش بس نرجع للرسمة تاني. تاني دي موجودة في السلايد زي ما هي كده، متجابة من السلايد يعني، دي سكرين شوت من السلايد. خلاص تمام. يعني لازم أكون بعرف أرسم الرسمتين دول يعني. عشان ساعات كتير بيسأل عليها. طب ما هو ايه اكتر حاجه عليها درجات بس اقدر الم منها الدنيا كده يعني؟ يكون انت الجزء بتاع الالجوريزم مضمون، والنظري هتذاكر الاربع شباتر اللي هم بعد المتر، وفي مساله بتاعت الافلم اللي هو يقول لك فيلم حجمه قد كده، دي تشتغل عليها برضه عشان ساعات كتير بتيجي. تمام. يعني الاربع شباتر اللي هم بعد المتر كان جاي دول لحد النظري، لازم تذاكر منهم النظري كويس، وطبعا الالجوريزم انك تكتب الالجوريزم، والسؤال اللي هو بتاع الصور ده، والتحويلات بتاعت الباينري والديسمال. تمام. تمام. هو الامتحان ما بيبقاش صعب يعني، ما تقلقوش ان شاء الله. خلاص تمام. طيب هنا بيقول لي الكومبريشن ليه نوعين، ايه هما؟ وعايزني اوصف لوس ولوسلس ولوس، صح؟ بالظبط. اللوسي واللوسلس، اشرح كل واحد فيهم. اللوسي مثلا اللي هو زي ما انت مثلا تاخدوا بالكم لما تيجي تبعتوا صوره على الواتساب، الصوره انت بتصورها على الموبايل بتبقى بريزولوشن عاليه، لما تبعتها على الواتساب ودي تفتحها من عند حد اللي انت بعتها له بتلاقي الكواليتي بتاعتها قلت، صح؟ ايوه. ليه؟ عشان هو مش عايز يبعت الحجم كله على البتاع عشان النتورك ما يتعملش عليه اوفر لود. تخيلوا كل الناس بتبعت الصور بالحجم بتاعها كله، تبقى الصور كبيره قوي. فاللوسي بيعمل ايه؟ بي بي بيوقع شويه من الداتا، من الديتيلز بتاعت الفايل بتاعي، بس بيفقد بياناتها. بالظبط يفقد جزء منها بس، ما يخليها في الاخر زي ما هي. فانت الصوره برضو لما بتشوفها بتبقى هي مش متغيره، بس فهمت عليك. بتبقى الكواليتي بتاعتها قلت شويه. فده اللوسي في الحاله مثلا الصور زي الواتساب كده مقبوله بالنسبه لي. لكن تخيل مثلا ان انت فايل الامتحان بتاعك مثلا بتيجي تسلم التيمي، بتضغط الفايل وتسلمه، هل ينفع يضيع منه داتا؟ لازم يتسلم زي ما هو. فده اللوسلس، ما ينفعش يضيع منه حاجه. فده بيبقى بيرجع زي ما هو، الفايل لما يجي يتفك يرجع زي الاصل، فده ما بيتضغطش بمساحه كبيره. لكن اللوسي ممكن اقلل كتير المساحه بتاعته. تمام. تمام. وبعد كده بيقول لي ايه الريشيو، العلاقه بين الانكمبريسد فايل سايز والكمبريسد فايل سايز. فانا دلوقتي العلاقه بين الاثنين اسمها دي اسمها كومبريشن ريشيو. تمام. زي ايه؟ اكتب له التعليم بتاعها يعني؟ او عايز القانون. فانا دلوقتي القانون بين اي حاجه بينها ريشيو بقسم الاولانيه على الثانيه، فدي اقول له سايز اوف، هو تمام بيقول لك الفايل العلاقه بين الفايل اللي قبل ما يتضغط وبعد ما يتضغط. هتقسم اتنين دي اللي هي الاوريجينال فايل، اوريجينال فايل على ديفايدد سايز اوف كومبريسد فايل. تمام. فانا هنا دي العلاقه بين الاثنين، ان انا ايه كومبريشن ريشيو، انا عايز اعرف النسبه بين الفايل قبل ما يتضغط وبعد ما يتضغط، فيبقى حجمه قبل ما يتضغط وحجمه على الحجم بتاعه قبل بعد ما يتضغط. بس ماشي. طب انا حفظتها اللي هي مثلا اللي هو ريشيو بتوين انزيبنج فايل، هي اند زيب فايل، صح؟ هيبقى هي بس انت عشان كلمه هنا، عشان احنا يعني الزيب فايل ده، الزيب فايل ده اكستنشن معين، لكن احنا في العادي كل دول بيتسموا في الاخر كومبريشن، فالافضل تستخدم كلمه كومبريشن يعني، او تمام. كومبريست. تمام. لان هم هنا بص هم مكتوبين اصلا في السؤال، انت عارفين خدت الجزء الاولاني ده من السؤال اهي، دي انت على الجزء الثاني على دي زي ما هي مكتوبه في السؤال. تمام. بصوا على امتحانات كتير هتلاقوا الاسئله بتتكرر والافكار بتتكرر، ارجعوا بس الورك شوبس اللي انا قلت لكم عليها بتاع الترم اللي فات على طول، اخر 3 4 ورك شوبس، هتلاقيني حل امتحانات كتير قوي بالتفصيل، وشارح فيها الصورتي وشارح فيها كل حاجه، حلوا معاها. لو حد وقف معاه حاجه ابعت لي على الواتساب، ولو في مشكله ممكن اخش اراجع معاكم بالليل لو في حاجه سؤال يعني كل الناس مش فاهمها وكده. يا دكتور معلش بس اخر سؤال، هو في السليكشن سورت والبابل سورت، بقول لك افتر تو سيركل، يعني انت بص مش ساعتها مش هترتب بيقول لك افتر تو اتريشن مثلا، فساعتها مش هترتب للاخر. انت مثلا السليكشن بيجيب اول لفه بيجيب اصغر رقم في الاول، صح؟ تاني لفه هيجيب تاني اصغر رقم في الاول، هو قال لك تو اتريشن مش بحل بقى هتكمل، بالطريقه دي ما مش بحلش هتكمل. مش هتكمل، هتقف بقى، هتعمل اول واحده وتاني واحده وما تكملش. لو هو قال لك السليكشن ده السليكشن والبابل نفس الكلام، ساعتها البابل هيجي في تاني بعد لفتين هيكون جاب اكبر تاني رقمين في الاخر.
لف لكن يعني لفتين اللي هو لفة كاملة صح، اللي هو لفه الف. كامله اللي هو قارنت كل اتنين ببعض كل اتنين ببعض ووصلت في الاخر، فاللفه الواحده بتجيب لك اكبر رقم في الاخر صح؟ اللفه اللي بعديها هتجيب لك تاني اكبر رقم في تاني مكان من الاخر وهكذا. فلما يقول المفروض لك تو اعمل اتريشن خطوات اللي هو تكتب حسب اللينس تكتب بتاع اللي هو بتاعتها بالظبط. اللينس ماينس 1 ان ناقص واحد صح؟ فانت لما يقول لك تو اتريشن بتمشيها معاها، اللي هو تعمل خطوه واحده لفه كامله واحده او لفتين او ثلاثه على حسب طالب كام واحد تمام. ماشي. وبصوا عليهم برضو، هتلاقيهم في الامتحانات اللي بقول لك عليها دي محلوله برضو بالتفصيل امثله زيها. تمام يا حضرتك، الامتحانات انت بتقول عليها دي اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت في الورك شوب صح؟ بتاعت السنين اللي فاتت في الورك شوبس تسجيل الريكورد بتاعت الترم الثاني، هتلاقوا الورك شوبس متسجله ومحطوط الامتحانات دي محلوله الترم الثاني بالتفصيل. اللي هو قبل الفاينل، قبل الفاينل هيتعمل ده على طول صح؟ قبل لا لا، انا قصدي في الريكورد في المحاضرات المتسجله، تمام. بس بدل ما تخش السمر خش السكند سمستر اللي هو الترم اللي فات على طول، هتلاقي المحاضرات المتسجله على ال ام اس موجود فيها الورك شوبس. محلولة صح؟ انا كنت بحلها كلها حللها وشارحها بالتفصيل، عشان طبعا الترم اللي فات بيبقى معانا وقت بزياده شويه، فكنا بنشرح الكلام ده بالتفصيل يعني. تمام تمام، فبصوا عليها كده ولو حد وقف معاه حاجه يرجع. خلاص. تمام. المحاضرة دي هتنزل دلوقتي صح؟ ايه؟ المحاضرة دي الرابط بتاعها هينزل دلوقتي اهو. هحاول اقول لهم انهم ينزلوها على طول ان شاء الله.